يعني عايز اعرف النسوان بتعمل كده ليه؟ بيشتغلوا. بيشتغلوا ايه؟ العافية يا شاويش، سيبهم هما بقى ياكلوا عيش وانت شوف شغلك. ما هو ده شغلي. انت عايز منها ايه يا سيدنا الافندي؟ هتجوزها يا شاويش. تتجوزها كده هو في الشارع جهارا نهارا ياخد كل بيوتها من ابوابها. حلو اهو الشاويش حكم بريزه كويس. لو الشاويش هيصرف عليا اقل من ريال ما اخدش. لو انت مهرك ريال؟ اه يا بلاش دي نقطه، الحق نفسك. اهو الشاويش حكم. ايه هو ايه اللي بك؟ ايه تعالى معايا بس من غير علامه يا شاويش، اصل ولا مؤاخذه بقى انا هفهمك كل حاجه. اللي هنا دول كلهم ايه؟ كلهم؟ لا يعني مش كلهم كلهم يعني. اهلا بست الستات. ربنا يجزيك ويكفيكي شر ولاد الحرام. يا سلام، لسه في الحته في كام بيت نظيف. الحاره دي لازم تنضف. الحاره دي من زمان على دي الحال. الحال ده لازم يتغير. اي خلاص جيت مصر ومسكت الدرك. استغفر الله يا اختي. قدامي